ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة وأيها الإخوة، مرحبا بكم في درسنا المتجدد وشرح متن تحفة الأطفال للإمام الجنزوري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله تعالى: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. وقفنا عند كام النون الساكنة والتنوين، وعرفنا ما معنى النون الساكنة وما معنى التنوين. والآن نتحدث بمشيئة الرحمن عن قول الناظم: سميته بتحفة الأطفال. سميته، الناظم يتكلم عن نفسه بتاء الفاعل ويقول: سميته أنا، يعني سميت هذا النظم بتحفة الأطفال. وهذه الباء التي في قوله بتحفة الأطفال ليست من النظم، وليست جزءا من النظم، ولكن النظم مسمى بتحفة الأطفال. يعني نحط الباء كده ونفتح قوس ونكتب تحفة الأطفال ونقفل القوس تاني، يبقى سميته بتحفة الأطفال. والتحفة هو الشيء الثمين، وهي من الإتحاف، يعني هو يريد أن يقول: أنا أتحفك وأمدك بهذه الإمدادة الجميلة، وهي هذا النظم المكون السهل البسيط بعبارات سهلة بسيطة. إذا حفظت، إذا حفظته ووعيته، يعني وعيت هذا العلم في صدرك، لأنه كما قلنا قبل ذلك: من حفظ المتون حاز الإيه؟ حاز الفنون. فسميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. تحفة الأطفال، التحفة من الإتحاف، والأطفال في كلمة الناظم يقصد بها الذين لم يبلغوا حد الكمال في هذا العلم. يعني كل مبتدئ في هذا العلم يسمى طفل. وفي أي علم طفل يعني إيه؟ يعني لسه ما زال بيحبي ويتعلم اللي هي بدايات المسائل وبدايات الأحكام في هذا الفن. فالذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا الفن يسمون إيه؟ يسمون أطفال. طيب، وهو بقى يبدأ يقول لنا: أنا أخذت هذا العلم أو هذا المتن عن مين؟ فأخذه عن شيخه المهي، يعني حالة كوني آخذ هذا النظم وآخذ مدلوله واسمه عن الإمام العلامة البحر الفهامة الشيخ نور الدين علي ابن عمر ابن حمد ابن ناجي المهي. والمهي نسبة لبلده المي، وهذه البلد هي بجوار شبين الكوم في مين؟ في المنوفية. وولد رحمه الله تعالى، أقصد الشيخ المهي رحمه الله تعالى، ولد سنة 39 و100 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشتغل مدة بتدريس علم التجويد في الجامع الأزهر، ثم رحل إلى بلده ومسقط رأسه طنطا، وصار يعلم الناس بها القراءات والتجويد وغيرهما من العلوم. ثم انتقل إلى دار الكرامة وإلى جوار ربه في يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة، خلونا من شهر ربيع الأول سنة 400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخنا المهي ذي الكمال، وذي في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب، من الأسماء الإيه؟ أسماء الستة أو الخمسة. ذي الكمال يعني صاحب الكمال، وصاحب الكمال يعني المتلبس به في سائر أحواله. وفي بعض إخواننا بنهديهم بيقولوا إيه؟ ما ينفعش نقول عليهم ذي الكمال. طب ليه ما ينفعش؟ يقول لك: عشان خاطر الكمال لله وحده. طيب، وهذا لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان، ولكن نقول أن الكمال هو الكمال البشري. الكمال الإيه؟ الكمال البشري، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كمل من الرجال كثير، لكن ده الكمال الإيه؟ البشري. لكن هو من غبائه، غباء اللي هو غباء كبير شوية بصراحة، عاوز يحط مقارنة بين الخالق والمخلوق، وهذا وحاشا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقارن بخلقه أبدا، فكيف هو مقام الخالق سبحانه وتعالى ومقام المخلوق الضعيف؟ ولكن ذي الكمال يمكن أن نصف بعض الرجال ممن اصطفاهم الله عز وجل وعظهم وخصهم بأن لهم الكمال البشري. فأرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، ويبين الهدف والغاية والنتيجة التي يريد من ورائها أن ينظم منظومته. يقول إيه؟ أرجو به أن ينفع الطلاب.
الطلاب اللي هو ايه زي ما قلنا زي الاطفال كده، هي الاثنين بمعنى واحد. الطلاب هو ارجو الاول بمعنى اؤمن. وقلنا في اول درس الناس اللي كانوا حاضرين معانا لو يفتكروا، قلنا ان الرجاء بمعنى ايه؟ تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الاخذ، مع الاخذ باسباب الحصول، مع الاخذ بايه؟ باسباب الحصول. فان لم ياخذ باسباب حصول هذا الرجاء فيكون طمعا ايه؟ مذموما. فيرجو به ان ينفع الطلاب، والطلاب بضم الطاء وبتجديدها جمع طالب، وهو المنهمك على الشيء المنكب عليه، عنده نهم وعنده شغف بان يطلب هذا العلم وان يحقق اطرافه ونواهيه ونهاياته. فالطالب يشمل ثلاثه، يشمل ايه؟ ثلاثه، يشمل المبتدئ ويشمل المنتهي والمتوسط. فالمبتدئ هو من لم يحصل بعض اطراف هذا العلم ولا يقدر على تصور هذه المسائل، تمام؟ ده الايه؟ ده اللي لسه مبتدئ، يعني لسه على بدايه الطريق. والمنتهي هو الذي حصل طرفا من العلم يهتدي، او هو من يقدر على تصور هذه المسائل. المتوسط هو من حصل طرفا من هذه المسائل يهتدي بها الى ايه؟ الى باقي هذه المسائل. فاذا كان مبتدئا فينتفع بان يعرف مسائل هذا العلم وان يعرف ما يفيده منه. والمنتهي، المنتهي هو الذي يكون هذا النظم مراجعة لمعلوماته، ويكون يعني زي قاعدة سريعة يحفظ بها ما كان حافظا قبله من فنون العلم الأخرى. فأرجو به أن ينفع الطلاب. والأجر يعني يرجو به أن يكون له أجرا من وراء هذا العمل. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلني في عفوه ورحمته بسبب نظمي لهذا الكلام الذي قد يكون مفيدا لبعض طلاب العلم. فأرجو الثواب بألف الإطلاق، وألف الإطلاق أو ألف الإشباع كما يقول أهل اللغة، أن هذه الألف تسمى ألف الإيه؟ الإشباع، وهو مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى ويتفضل بإحسانه وجوده على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. إذا تفضل فمن جوده وكرمه وعطفه وإحسانه، وليس على الله سبحانه وتعالى شيء، بل إن الله ذو فضل على العالمين. فألف الإطلاق أو ألف الإشباع هي التي يشبع بها حركة أو نهاية الحركة. يعني إيه؟ برضو إحنا قلنا معلومة مهمة في اللقاءات السابقة، وقلنا أنه في اللغة العربية لا يمكن البدء بساكن، كما أنه لا يمكن الوقوف على متحرك، تمام؟ فإذا وقف على متحرك فيجيب ألف كده، تسمى ألف الإيه؟ الإطلاق أو الإشباع، يعني يشبع بها حركة الباء اللي هي الفتحة فيزود لها إيه؟ ألف كمان. خلاص كده؟ أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وعطف الأجر والقبول والثواب على بعضها، لأنه قلنا أنه رجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قالوا، وأن يجعلهم لنا ذكرا في الدنيا وفي الآخرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.